تفتكروا لو حطينا لون موف بس في رسمة كاملة هتطلع عاملة ازاي؟ تعالوا كده نشوف الرسمة اللي هتطلع معانا انهي رسمة من الاربعة دول. وطلعت معايا الرسمة رقم واحد. تعالوا كده بقى نخربش رقم واحد ونشوف الرسمة بتاعتنا. والرسمة بجد كانت صدمة بالنسبة لي، انا مش متخيل الرسمة دي هتطلع عاملة ازاي في اللون الموف بس. دلوقتي انا عملت 3 درجات من الموف وبدأت ان انا اختار افتح درجة للون البشرة، ونظرا لانهم 3 درجات بس من الموف فانا برضو هعمل بنفس الدرجة دي لون التيشيرت اللي تحت الجاكيت. وهنا بقى يا جماعة انا اخترت اغمق درجة اللي هي اغمق لون موف للون الشعر، وهنا برضو هعمل لون مستقل، يعني مش هعمل حاجه مع الشعر او تكون نفس اللون. واللي هيفضل معايا في الاخر اللون اللي هو الموف بقى الصريح، هعمل بيه لون العين ولون الجاكيت. وربنا يستر بقى على النهايه لان الرسمه زومبي زومبي يعني. وتعالوا بقى كده نصلي على النبي ونشوف الرسمه بعد التظليل هتختلف ازاي او هتفرق في ايه، لان انا غير متفائل بالمره. ما تنساش بقى تتاكد انك متابعني وتعمل تعليق بالالوان اللي انت بتحبها. الرسمه صدمتني بجد.